بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة الأولى من محاضرات شرح برنامج الألتيوم ديزاينر النسخة الحديثة 2021. طبعا النسخة دي ممكن تروح تعمل لها داونلود لو انت عايز من الموقع دوت، هحط لكم الرابط بتاعه في الفيديو، يعني كنت نزلته على حسابي على الفيسبوك. طبعا هو احدث اصدار في الوقت اللي انا بشرح فيه المحاضرات ديت، هو ده الرابط. كل اللي حضرتك هتعمله هتروح على الرابط ده، وبعد كده تروح تعمل عملية داونلود عادي جدا من هنا. طبعا هو عبارة عن الاصدار 21، في اصدارات اقدم، في الاصدار 20 وفي الاصدار 19، فطبعا تقدر تروح تعمل داونلود لاحدث اصدار من هنا. فدي طريقة سهلة جدا، كل اللي انت هتعمله هتعمل بس داونلود ناو من هنا، يبدأ يوديك لموقع تاني، والموقع ده يعني هيبدأ يعمل لك زي كاونتر كده، عداد يعد لحوالي 5 ثواني تقريبا او اقل، وبعدين يوديك على الرابط ده او على اللينك ده. اللينك ده هنا بيقول لك اكتب شوية ارقام، فهتقول له الارقام بتاعتي اللي ظهرت 9772، وبعد كده يقول لك يعني لو انت حبيت تعمل كرييت داونلود لينك. كرييت داونلود لينك ده هيعمل لك يعني زي رابط خاص بيك تعرف تعمل منه داونلود. فهو ده الاصدار 21، ده احدث اصدار وقت تسجيل البرنامج دوت، او وقت تسجيل شرح البرنامج ده. اجمالي الملفات ديت اللي انت هتعمل لها عملية داونلود حوالي 2.5 جيجا. طبعا لازم يكون عندك انترنت سريع علشان يعني ما ياخدش وقت. وبعدين تقول له كليك تو داونلود، فيبدأ يعمل لك عملية داونلود. زي ما اتفقنا هو ملف مضغوط، ملف دوت ايزو، فلازم يكون عندك برنامج زي مثلا برنامج وين رير علشان تروح تعمل له عملية اكستراكت وتفك الضغط. كل اللي حضرتك طبعا هتعمله هتروح تعمل سيف للملف ده، فيكون موجود عندك على الجهاز بتاعك يعني بعد اكتمال عملية التحميل. طبعا انا عملت له داونلود، فمفيش داعي خالص ان انا اروح اعمل له داونلود تاني. لكن كل اللي انت هتعمله بعد لما تعمل عملية داونلود، هتيجي هنا تعمل كليك يمين وتبدأ تعمل عملية اكستراكت المين للملفات بتاعت البرنامج ده. هقول له اكستراكت تو، فاول ما اقول له اكستراكت تو بنفس الاسم هيطلع لك فولدر، يعني بعد 5 دقايق وكده ولا حاجة، الفولدر ده هو اللي فيه البرنامج كله. دي طريقة لو حضرتك عايز اللايسنس تكون موجودة معاك يعني لحد سنة 2030 ان شاء الله، ودي اللي احنا هنشتغل بيها. لكن حبيت بس اقول لك على طريقة تانية، لو انت حبيت تاخد احدث نسخة من خلال الايميل الجامعي بتاعك، كل اللي حضرتك هتعمله، طبعا انا نزلت الكلام ده على صفحتي على الفيسبوك، لو انت كنت طالب جامعي طبعا تقدر تاخد النسخة بتاعت الالتيوم ديزاينر بالايميل الجامعي بتاعك لمدة 6 شهور. طبعا هنزلك احدث اصدار فعلا من غير كراك. كل اللي انت هتعمله هتقوم بالخطوات اللي انا هقولك عليها حالا. هتروح تفتح الموقع المشهور جدا اسمه altium.com، www.altium.com، هو ده الموقع بتاع التيوم ديزاينر، البرنامج المشهور الخاص بتصميم الدوائر الالكترونية. كل اللي انا هعمله هروح على بي سي بي ديزاين واختار التيوم ديزاينر، هيطلع لي من هنا فري ترايل، نسخة تجريبية. وطبعا لو حضرتك حبيت تشتري النسخة ديت سعرها 325 دولار في الشهر. طبعا اللي بيقدر على المبلغ ده لما تكون حضرتك شغال في شركة، فأكيد هما بيشتروا اللايسنس. لكن طبعا احنا هدفنا هدف يعني تعليمي مش اكتر، فما اعتقدش حد فينا يقدر على المبلغ ده شهريا. 325 دولار في الشهر مبلغ كبير جدا. فانا كل اللي هعمله هروح على الاوبشن فري، فري ترايل، هبدا اجرب الكلام ده مجانا. هيديك كده يعني اختيارين، يس او نو، قول له لا نو. وبعدين هيبدا يقول لك لو انت كنت ستودنت، لو انت كنت طالب وشغال على بروجكت بتاعك بقى في الايه، في السكول بتاعتك او في الجامعه بتاعتك، فهقول له انا طالب وعندي بروجكت، فهيبدا يجيب لك شويه اسئله. بس هنا خلي بالك بيقول لك ان الكلام ده هيكون معاك لمده 6 شهور فقط،
يعني النسخة دي هتكون معاك لمدة 6 شهور فقط مش أكتر. هتكتب الفيرست نيم بتاعك واللاست نيم والإيميل الجامعي بتاعك، يعني لازم يكون عندك إيميل جامعي، وبعد كده تبدأ تحط الموبايل بتاعك وتبدأ تحط اسم الجامعة بتاعتك تكتبها وتختار البلد بتاعتك. أنا بالنسبة لي هنا أختار إيجيبت، تمام. وبعد كده تقول له يعني سنة التخرج بتاعتك، تكتب مثلا سنة التخرج اللي أنت هتتخرج منها. وبعد لما تخلص خالص تقول له سبميت. كل اللي حضرتك هتعمله هتروح على الإيميل بتاعك، هيبعت لك يعني زي فيريفيكيشن، إيميل تعمل منه فيريفيكيشن علشان خاطر يعني يتأكد إنك أنت فعلا صاحب الإيميل الجامعي ده، ويبدأ يقول لك على الإيه اللينك اللي هتروح تعمل منه داونلود. هتعمل داونلود عادي، هينزلك ملف صغير جدا هتروح تعمل منه داونلود، هو ملف دوت اي اكس اي، وطبعا نيكست نيكست وفينش، هتلاقي النسخة تشتغل معاك لو انت معاك ايميل جامعي. لكن وانا بسجل المحاضرات دي اكيد نسبة كبيرة جدا من الناس اللي هتشوف الكلام ده معاش ايميل جامعي، فمش هيقدر يتابع الخطوات دي. فانا افضل انك انت تروح تعمل داونلود من اللينك اللي انا قلت لك عليه اللي موجود على صفحتي، اللي هو اللينك ده يا شباب، واقدر اعمل منه داونلود ويبقى البرنامج موجود معايا فترة كبيرة جدا. فهو ده اللي احنا هنعمله فعلا. انت رحت عملت داونلود للملف المضغوط ده، حجمه حوالي 2.5 جيجا، وبعد كده رحت عملت عملية اكستراكت للملفات بتاعته داخل الفولدر ده. هروح بعد كده هتلاقي عندك ملف اسمه Altium Designer 21 Setup، هروح اعمل دبل كليك على الملف ده، وبعدين هيطلع لي زي رسالة كده يس او نو. طبعا اكيد هقول له يس، وبعد لما يقول لي يس ونو هيطلع لي الرسالة اللي حضرتك شايفها ديت. طبعا دي رسالة ويلكم، فبيقول لي يعني لو انت عايز تو كونتينيو ماشي نيكست. وهنا بيقول لي اللغة، طبعا انت ممكن تختار اللغة اللي تناسبك، طبعا معظمنا هيختار اللغة الانجليزية، طبعا لو حد يعني عنده لغة اقوى من اللغة الانجليزية، لغة فرنسية او غيرها، ممكن يختارها زي ما هو عايز. وبعدين هنا طبعا هتقول له اي اكسبت، انا موافق على الاجريمنت على الاتفاقيه ديت، علشان يفعل لك زرار نيكست. طبعا زي ما احنا شايفين هو ده الاصدار 21، ده احدث اصدار حاليا يعني وقت تسجيل الفيديو. وبعد كده نيكست بيجيب لك كل الاختيارات اللي المفروض حضرتك تعلم عليها، يعني مش محتاج اكتر من كده، سيبها زي ما هي. وبيقول لك يفضل يكون، او مش يفضل ده لازم يكون عندك حوالي 5 جيجا فري على الهارد ديسك بتاعك. فانت كده هتروح على البي سي بتاعك وتبص على السي عندي فيها 158 جيجا، يبقى كده تمام. وبعدين هقول له نيكست، فهنا هيقول لك على المكان اللي هو هيروح ينزل فيه الملفات بتاعته، هينزل الملفات هنا. انا ممكن على فكرة اخد كوبي من الباث ده، اعمل منه كوبي علشان يمكن احتاجه بعد كده، ممكن احتاج ان انا افتح الباث ده. خلي بالك الباص ده مهم جدا، هتعرف ليه بعد شويه. سي بروجرام فايلز التيم ديزاينر اللي هي اي دي 21، هقول له نيكست. فهنا بيقول لي لو انت حبيت يعني تشارك الاكسبيرينس بتاعتك وهكذا، ماشي بارتيسيبيت تشارك ولا لا، اقول له ماشي مفيش مشاكل خالص. نيكست، هل انت ريدي تو انستول، هل انت جاهز انك انت تعمل انستول البرنامج؟ طبعا نيكست. فيبدا يتعمل له عمليه انستول. الشباب اللي بتسأل أهمية البرنامج إيه؟ البرنامج ده مصنف عالميا، يعني رقم واحد عالميا في عملية الديزاين، بيعمل ديزاين لأي سيركت تتخيله. فممكن أعمل سيركت للوحة إلكترونية، أحط الكومبوننتس بتاعتي بقى، المقاومات والمكثفات وغيرها، وأبدأ إن أنا أعمل البي سي بي بتاعتي. وكلمة بي سي بي هي اختصار لبرنتد سيركت بورد. هعمل لوحة إلكترونية مطبوعة، وأبدأ إن أنا يعني اخليها تكون موجوده، بدل ما هي عباره عن سوفت وير موجود على الجهاز، ببدا ان انا احط الكومبوننت، لا اشوف الكلام ده هاردوير فعلي قدام مني على يعني الواقع بتاعي. فلازم اتعلم الديزاين، لازم ازاي احط الكومبوننت ده اللي احنا نتعلمه مع بعض، نحط الكومبوننت مثلا بشكل ما، ونبدا ان احنا نعمل كرييت لبي سي بي. فهو ده هيكون موضوعنا ان شاء الله باستخدام الالتيوم ديزاينر. لو دخلت على اليوتيوب عندي على التشانل بتاعتي هتلاقي ان انا شرحت على برنامج تاني اسمه ايزي اي دي اي. كل الفكره البرنامج ده فور فري، مجاني، فانت بتشتغل عليه، هو برنامج موجود على الانترنت،
هو عبارة عن ويب سايت، يعني موقع ويب ابليكيشن. هو عبارة عن ابليكيشن موجود على الويب فور فري، تقدر تعمل منه نفس اللي انت بتعمله بالالتيم ديزاينر. هتقول لي ايه الاختلاف؟ لا طبعا الالتيم ديزاينر يعني ما فيش وجه مقارنة ما بينه وبين بقية البرامج التانية زي الايجل وغيرها يعني، ولا حتى البروتوس. فطبعا الالتيم ديزاينر مصنف رقم واحد عالميا فعلا، وبعد كده تيجي اي برامج تانية، لان في مجموعة من التولز كبيرة جدا، اللايبرري بتاعته عملاقة جدا، فيعني هتقدر تعمل بيه اي حاجة تتخيلها في الفيلد ده، في المجال ده. فان شاء الله اول ما البرنامج يشتغل بس نعمل له تيست كده، ونروح ننزل الكراك بتاعه، ونبدأ ان احنا نعمل تيست ونشغله علشان خاطر نشوف اللايسنس هتشتغل معانا قد ايه. طبعا الناس اللي بتسأل على اللينك موجود على صفحتي، ده اللينك بتاع تحميل احدث اصدار، وده اللينك بتاع يعني لو انت حبيت تروح تسجل بإيميلك الجامعي وتبدأ تاخد نسخة، بس زي ما اتفقنا هتشتغل 6 شهور مش اكتر. الميزة الحلوة انها بدون كراك، فتقدر تروح تعمل لها ابديت بدون اي مشاكل. كمان هتلاقي في اوبشن كده، في مجموعة من التوتوريالز، مجموعة من الدوكيومنتيشن، يعني لو حبيت تتعلم من خلال الموقع الرسمي هو هيوفر لك الامكانية ديت انك انت تروح تستفيد بالتوتوريالز والدوكيومنتيشنز الموجودة عندهم. بس العيب بس ان هو هيشتغل لمدة 6 شهور، وطبعا يعني البرنامج مش هيشتغل معاك تاني بنفس الايميل، للاسف بنفس الايميل مش هينفع، لازم تروح تجيب ايميل جامعي جديد، يعني لو حد من اصحابك هيرضى يديك الايميل بتاعه علشان خاطر تفعل النسخة تاني لمدة 6 شهور تاني. فممكن تلاقي وممكن ما تلاقيش طبعا حد ان هو يعمل لك سبورت بحاجة زي كده، علشان ده ايميل شخصي بيرسونال، ممكن محدش يرضى يدي لك الاكاونت بتاعه، يعني هيبقى صعب شوية. فعلشان كده احنا قلنا ممكن الكورس يعني يزيد عن 6 شهور، فيبقى معايا نسخة موجودة ان شاء الله لحد 2030. خلاص هو كده تقريبا قرب يخلص يعني، انا بس مش عايز اوقف الفيديو لان ممكن ثواني معدودة ويبدأ فعلا ان هو يخلص. طبعا البرنامج ده مهم لبعض الفئات يعني، او بعض الناس اللي هي موجودة في كارير معين، زي مثلا طلاب هندسة الميكاترونكس، طلاب هندسة كهرباء اتصالات كوميونيكيشن، يعني بعض الاقسام طبعا. واي حد عايز يتعلم، مش لازم تكون يعني في كلية الهندسة، ممكن تتعلم فور فري لو انت حابب العلم، يعني تقدر انك انت تطور من نفسك، بس طبعا لازم يكون عندك شوية باك جراوند عن الالكترونيكس، عن الكهرباء، الحاجات السيركتس، الحاجات ديت. طبعا في كورسات كتيرة موجودة على اليوتيوب، يعني تقدر انك انت تستفيد وتتعلم وتطور من نفسك، لكن هي اساسا يعني لتخصصات محددة زي الميكاترونيكس، كهرباء اتصالات، دول اكتر يعني قسمين مهتمين ببرنامج زي الالتيم ديزاينر. يمكن في بعض الكليات ما بيحتاجوش للالتيم ديزاينر، لسه بيشرحوا على برنامج ايجل او برنامج بروتوس، لكن فعلا الالتيم ديزاينر مصنف رقم واحد عالميا. كده تقريبا خلاص قرب يخلص يعني لحد المقدمة اللي انا شرحتها لكم ديت، ونبدأ بقى ان شاء الله نعمل انستول للكراك بتاعه. في ناس طبعا بتسأل النسخة دي هتنزل على ويندوز كام؟ الويندوز اللي عندي لو انت عملت كليك يمين على البي سي وقلت له عايز الخصائص او عايز البروبيركس بتاعت الجهاز بتاعي، تلاقي النسخة بتاعتي طبعا انا شغال على ويندوز 10 بس 64 بت مش 32، عشان لو حصلت معاك مشاكل يبقى انت عارف المشكلة فين. يفضل طبعا يكون عندك 64 بت ويكون عندك ويندوز 10 برو، مش اي حاجة، يفضل يعني علشان خاطر ما يطلع لكش مشاكل. لحد الآن طبعا الحمد لله انا ما عنديش اي مشاكل خالص في البرنامج وما عنديش اي ايرورز. فهنا ده 64 بت والويندوز بتاعي ويندوز 10 برو، فهيشتغل معاك كويس جدا. طبعا الرامات اللي عندي، انا عندي الرامات بتاعتي حوالي 8 جيجا، علشان في بعض الناس بيكون عندها الرامات قليلة شوية الرام، فما بيشتغلش البرنامج او بيكون شغال وبطيء. ف8 جيجا رام، البروسيسور كور اي 7 2.6،
يعني حاول بقدر الامكان، طبعا لو اعلى من كده يكون افضل يعني، يكون اسرع البرنامج معاك كده. خلاص اشتغل البرنامج، بس لو سمحت ما تعملش ران للبرنامج ده خالص، اوعى تنسى. عشان كده انا ماشي معاك خطوه خطوه، اوعى تعمل ران للايه، للبرنامج يعني، شيل علامه الصح وقول له فينش. وخليك فاكر ان احنا كان عندنا حاجه عملنا لها كوبي اللي هي الباث. لو تفتكر الباث هعمل هنا كنترول مع حرف الفي فيفتح لك المكان اللي فيه البرنامج. طب لو انا ما عنديش، لو انا نسيت الباث ده اللي هو سي بروجرام فايلز التيم اي دي 21، في طريقه تانية. افتح قائمه ستارت، هتلاقي الالتيم ديزاينر نزل اهو، كليك يمين وقول له عايز اعمل مور اهو، وعايز اعمل اوبن فايل لوكيشن. دي طريقه. او ممكن تقول له عايز الالتيم ديزاينر من هنا، تكتب بس كلمه التيم هيطلع لك، قول له عايز اعمل اوبن فايل لوكيشن، هيطلع لك الشورت كات ده مهم جدا. قول له كليك يمين وقول له كوبي للشورت كات، وبعدين نروح حطه على الديسك توب كده، اعمل بيست. هو ده اللي احنا هنشتغل منه الشورت كات بتاعنا. ومفيش مانع نروح نعمل فولدر كده لينا احنا اسمه اي دي بروجكت، يعني عشان خاطر تحط الايه البروجكت بتاعتك هنا، يبقى في مكان ما. وبعدين اروح افتح الالتيم ديزاينر واقول له كليك يمين واقول له عايز اعمل اوبن من هنا، ممكن اقول له من هنا، او ممكن اروح على الاوبن فايل لوكيشن، لا ممكن اروح على الخصائص بتاعته على طول، البروبرتيز بتاعته، وهيطلع لي هو موجود فعلا في السي بروجرام فايلز التيم ديزاينر كذا كذا. هقول له بس من جنرال هنا او من الشورت كات اوبن فايل لوكيشن بس كده. يعني عندك اكتر من طريقه في الحقيقه تقدر تشتغل بيها. الملف نفسه اسمه x2.exe. فانا بقول لك ليه كده، علشان خاطر في المكان ده اللي هو سي بروجرام فايلز التيم اي دي 21 لازم تروح تحط، طبعا ده مش محتاجه خلاص، لازم تفتح بقى الفولدر بتاعنا اللي فيه الملفات بتاعتنا، وتروح على الجزء بتاع اللايسنس ده مهم جدا. هتلاقي في ملف عباره عن دي ال ال، دي ال ال يعني دايناميك لينك لايبرري، هو عباره عن دايناميك لينك لايبرري اسمه اس اتش فولدر. هقول له كليك يمين واقول له كوبي، مهم جدا الكلام ده. وبعدين اروح على الباث اللي احنا اتفقنا عليه اهو، اللي هو سي بروجرام فايلز التيم اي دي 21، كليك يمين واعمل بيست. يبقى انت كده النسخه بتاعتك هتشتغل تمام، قول له كونتينيو. فكده عملت كوبي لمين، للملف ده. خلاص اقفل بقى الباس ده خلاص، وهاجي هنا في عندي في اللايسنس هنا في باث كده برضو هختاره، يعني هاخده كوبي بيست، هو ده بدل ما اروح له يعني، كليك يمين واقول له كوبي، هاخد الباث ده زي ما هو. دي الملفات اللي بيسموها ALF، دي ملفات اللايسنس اللي بتشتغل معاك. طبعا اي ملف من دول يشتغل، اي واحد، اي واحد ALF. فخلاص انا خدت الباس، خلي بالك كليك يمين وكوبي واصبح موجود معايا. وبعدين اروح اشغل بقى برنامج الالتيم كده. في الاول هياخد منك شويه وقت ما تقلقش يعني. طبعا اي رساله هتطلع لك هو بيقول لك خلي بالك ده في ملف unknown اسمه x2 دوت اي اكس اي، اللي هو البرنامج نفسه بتاعنا. هو انت موافق؟ طبعا الاو. اي رساله هتطلع لك قول له الاو انا موافق علشان خاطر البرنامج يشتغل. فده مهم جدا. طبعا زي ما اتفقنا في البدايه بس هتكون النسخه بطيئه شويه، وبعدين هتشتغل معاك على طول لانه لسه بيعمل لود، لود للمين، للبرنامج ككل وكل الفايلز بتاعته. طبعا زي ما انت شايف بيحمل كل الملفات اهو، فهتلاقي ده شغال عشان بس ما حدش يعتقد ان البرنامج مهنج ولا حاجه. لا هو بيعمل لودنج لشويه فايلز، بعد كده خلاص الفايلز دي اتحملت،
البرنامج هيشتغل معاك بكل سهولة إن شاء الله، مش هياخد وقت، وهنجرب الكلام ده حالا. أول ما يشتغل طبعا هو بيسألك على اللايسنس عشان أنت ما عندكش لايسنس. ما تنساش إن النسخة دي هي النسخة اللي أنا منزلها على الإنترنت، مش النسخة بتاعتك اللي أنت نزلتها بالإيميل الجامعي، فلازم تروح تفعلها. هقول له Add Standalone License File، فهيفتح لي مكان أجيب منه اللايسنس. والله ممكن تيجي هنا لو أنت عايز يعني تعمل كليك، تعمل إيه؟ تعمل كنترول V علشان تجيب المكان مباشرة، براحتك لو عايز تعمل كده واضغط Enter. دي طريقة. الطريقة التانية أروح على الديسكتوب وادي الملف بتاعي او ادي الفولدر بتاعي اللي فيه الشغل بتاعي كله، وادي اللايسنس اهي، وادي اللايسنس، وزي ما اتفقنا اي ملف ايه اللي فيه اي ملف، هناخد ملف التاني ده. فالملف ده يعني هيشتغل معايا ان شاء الله، هقول له اوبن، فيقول لي خلي بالك ان اللايسنس تمام اهو، يوزد باي مي اكتيفيتد خلاص، وده الاكتيفيشن كود بتاعها، وده البرنامج اسمه التيم ديزاينر، وهي مش هيحصل لها اكسباير خلاص، والستيتس اوكي، ومعاك ان شاء الله لحد سنة 2030. عايز بقى تتأكد، روح اقفل البرنامج بتاعك وبعدين افتحه، مش هياخد نفس الوقت اللي احنا قلنا عليه. هفتحه تاني كده، فيبدأ بقى يفعل لك الجزء بتاع انك انت تكريت نيو بروجكت. يمكن قبل كده ما كانش متفعل انك انت تعمل نيو بروجكت، فهنعمل بروجكت جديد. هو كده خلاص، طالما ما جابلكش اللايسنس، هو كده ما جابلكش اللايسنس، ولو رحت على الهلب وقلت له عايز اباوت، هيقول لك ان النسخه دي مفعله، ولايسنس 2 مفعله لفلان. مين فلان ده؟ طبعا ما يهمكش مين فلان ده، لكن خلاص كده اتفعلت والدنيا تمام. هقول له كلوز. طبعا في بعض الحاجات خاصه بالابديت، يعني بعض الايه زي ما قلنا شويه توتوريالز، يعني لو انت حبيت تتفرج عليها هتفيدك كويس جدا. شويه توتوريالز هنا فيها شويه شرح يعني لكل حاجه انت عايزها، فلو حبيت تطور من نفسك يعني من على الموقع الرسمي بتاعهم مفيش اي مشاكل. بس خلي بالك بلاش تعمل تشيك على الابديت، يعني لو في هنا اوبشن يخليك تعمل، هو مفيش، بس لو في اوبشن يخليك تعمل تشيك وتعمل ابديت لللايسنس بلاش، لان هيحصل لك مشاكل ان النسخه دي اصلا مش متفعله، او نسخه مش اصليه، هي متفعله بس مش اصليه. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اقول له بقى فايل، واقول له عايز اعمل بروجكت جديد، لان لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين هقول له عايز اعمل بروجكت جديد. طبعا في ناس بتروح تعمل سكيماتيك على طول وبي سي بي، لا، يفضل تروح تعمل بروجكت الاول، والبروجكت يشمل السكيماتيك والبي سي بي. هقول له بروجكت اهو من هنا، وبعدين ابدا افتح بروجكت احطه في الفولدر اللي احنا حطيناه بره، الفولدر اللي بره ده اللي هو الخاص بالبروجكت بتاعتنا. طبعا هو لوكال، موجود على الجهاز لوكال، لان ممكن اشتغل على الالتيوم 365 ده اونلاين، لكن انا هشتغل لوكال على الجهاز بتاعي. فبيقول لي عايز تسمي البروجكت بتاعك ايه؟ براحتك، سميه مثلا بي سي بي بروجكت، سميه الاسم اللي يدل على المشروع، فده مهم جدا تسميه اسم يدل على المشروع. فاقول له مثلا ده الفيرست بروجكت بتاعي، وخلي بالك انا عايز نسخه من الكلام ده، ليه؟ هتعرف بعد شويه. كليك يمين وكوبي اهو، هاخد نسخه من الكلام ده، هحتاجه بالنص. وبعدين هنا بيقول لي هتخزن الشغل بتاعك فين، الفولدر بتاعك فين، الملفات هتحطها في انه فولدر. هضغط على الثلاث نقط دول واقول له لا انا شغال على الديسكتوب، شغال على الفولدر اللي اسمه التيم ديزاينر بروجكتس، هو ده الفولدر اللي احط فيه شغلي. وبعدين هقول له كرييت. ليه عملت الكلام ده؟ عشان تلاقي شغلك في مكان ما في فولدر معين. يعني كده خلاص الدنيا كده تمام. هقف بقى على البروجكت بتاعي اللي اسمه فيرست بروجكت، وده الاكستنشن بتاعه بي ار جي بي سي بي، ده اكستنشن البروجكت بتاعك. كليك يمين واقول له عايز اعمل اد نيو تو بروجكت، هضيف على البروجكت ده اول حاجه هضيف سكيماتيك، ده اول حاجه اللي هو المخطط بتاعي اللي انا هحط فيه الكومبوننت بتاعتي، كل الالكترونيك كومبوننت بتاعتي احطها في السكيماتيك ده. فيبدا يفتحوا لي خلاص تمام. اعمل نفس الكلام، كليك يمين واقول له اد نيو تو بروجكت، وعايز البي سي بي. دول اهم حاجتين عندنا، ملف يكون سكيماتيك وملف يكون يعني ايه بي سي بي، تو فايلز داخل نفس البروجكت بتاعي. واوعى تنسى بعد لما تخلص، طبعا هو هيسالك سؤال مهم جدا، هيقول لك عايز تعمل سيف للكلام ده ولا يعني لا؟ طبعا هعمل سيف عشان اتاكد ان شغلي سليم.
هو بس هنا بيكريت الملف بتاع البي سي بي. طبعا التقل ده بيكون مشكلة رام، خلي بالك يعني، كل لما تكون الرام بتاعتك اعلى هيكون الايه الشغل بتاعك اسرع بكتير. طبعا انا عشان بسجل الفيديو فتلاقي فيه شوية بطء، فيعني سامحني يعني. هو كل ده بيكريت البي سي بي، المفروض ما ياخدش الوقت ده كله، بس يعني علشان خاطر تسجيل الفيديو بياخد يعني من الرام. طبعا لو مفيش تسجيل فيديو كان هيبقى اسرع من كده بكتير يعني. بعد لما يخلص الموضوع ده المفروض انك انت حضرتك هتروح تعمل سيف بس، يعني مش اكتر من كده. هو طبعا مازال زعلان علشان خاطر البطء بتاع الرام. طبعا نصيحة، لو انت بتشتغل على اي برامج زي الاوتوكاد او الالتيوم ديزاينر او بتشتغل على 3 دي ماكس او مايا او فوتوشوب، طبعا البرامج دي كلها فيها جرافيكس عالية جدا، فيفضل يكون عندك اعلى رام ممكنة، طبعا يكون جهاز احدث قدر المستطاع. هوقف بس الفيديو لحد لما يخلص عشان ما اضيعش وقتكم يعني، هقول له بس وقف الفيديو لحد. طيب كده فعلا تم يعني انشاء ملف باسم شيت 1 وملف باسم بي سي بي 1، بس طبعا احنا مش هنسميهم نفس الاسم ده يعني، هنغير الاسم طبعا. فهقول له عايز اعمل سيف اول، فيبدأ يسألني عن البي سي بي. البي سي بي انا هسميه بنفس الاسم اللي هو فيرست بروجكت يعني، فممكن اعمل كليك يمين واعمل رينيم لده واخد منه كوبي كده، وبعدين داخل نفس الفولدر هخلي البي سي بي بنفس الاسم، ده مهم جدا خليه بنفس الاسم، يبقى البروجكت نفسه اسمه فيرست اندر سكور بروجكت، والفولدر اللي انا حاطط فيه الشغل اسمه فيرست اندر سكور بروجكت، وكمان الشيت بتاعي اللي هو الاسكيماتيك بنفس الاسم، وكمان مين الايه البي سي بي، يعني كل حاجه بنفس الاسم في نفس الفولدر. وهقول لك ليه دلوقتي. خلاص انت سميت برضو كله بنفس الاسم، هقول له سيف، يبقى انا اتاكدت كده ان شغلي كده تمام. هروح اقفل بقى الشغل بتاعي ده كده، اقفل المشروع كله يعني الملف كله، وبعدين اروح بقى على الفولدر بتاعي. الفولدر بتاعي ده اللي هو اسمه فيرست اندر سكور بروجكت لازم هيكون فيه ملفين مهمين جدا. الملف الاول اللي هو ملف الاسكيماتيك اسمه فيرست اندر سكور بروجكت، الملف الثاني برضو عبارة عن ملف بي سي بي هو ده اسمه فيرست اندر سكور بروجكت، لكن اهم ملف هو ملف البروجكت نفسه. يبقى انا عندي ثلاث ملفات مهمين، لو نركز كده مع بعض الثلاث ملفات دول هم اهم ثلاث ملفات عندي. الملفات دي موجودة داخل فولدر واحد. الفولدر ده فيه ثلاث ملفات مهمين، اول ملف هو البروجكت نفسه، وبعد كده ملف الاسكيماتيك، وبعد كده ملف البي سي بي. لما حضرتك تحب تفتح البروجكت نفسه بكل المحتويات اللي فيه سواء الاسكيماتيك او البي سي بي، تروح تفتحه من ملف البروجكت نفسه، هيفتح لك كل حاجه. يبقى انت كده جاهز انك انت تبدا انك انت هتشتغل وتضيف بقى الكومبوننت بتاعتك. طبعا دي هتكون ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، ازاي نروح نشتغل على الكومبوننت. كل اللي انت هتعمله ان شاء الله المحاضره الجايه نبدا نشتغل بقى في الموضوع ده، نفتح الاسكيماتيك ونبدا يعني نعمل عمليه اد، نقفل ده ملوش لازمه على الاقل دلوقتي، ونبدا بقى هنا نضيف الكومبوننت بتاعتنا، وبعد لما نخلص خالص نبدا نحولها لبي سي بي. يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا محاضره النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.